قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، قال إن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بعدد 11 تجمعا، بما يمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة. وأوضح عاشور أن مصر باتت في المرتبة 86 عالميا من بين 133 دولة في مؤشر الابتكار العالمية، ذلك وفقا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2024.